عسلامة، مرحبا بيكم. أنا اليوم باش نطيب شوربة شعير بالحوت. في العادة شوربة الشعير راهي تغلي برشا، يحب لها على الأقل ساعتين باش تطيب. أنا اليوم باش نوريكم طريقة اللي نجمو طيبوها في ساعة. هذه هي شوربة الشعير اللي حضرتها. أنا باش نطيب 50 غرام شعير، باش نصب عليهم ماء سخون، نعومها بك الماء السخون. وحضرت للشوربه هذوما طريفات نتاع الحوت، هذايا حوت الريه وهذوما خدود الريه، باش نطيبهم شوربه. راهو بنين برشا خدود الريه، يبنوا الشوربه برشا. وهذايا لفاح اللي حضرته باش نفوح بيه الشوربه والطريفات نتاع الحوت. عندنا ثوم مهرس، كركم، فلفل اكحل، تابل، نعناع شايح ومحطحط، باش نحطو ريقه رمد، كمون باش نفوح بيه الحوت، ملح، باش نحط مغيفة طماطم شايحة وملحية، مغيفة طماطم معجونة، وشوية هريسة، زيت زيتونة، كعبة بصل قسيتها، وعندنا كلافز وكزبر. توا باش نبدا ساعة نفوح هكا الطريفات نتاع الحوت. ناخذ شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية كمون، شوية تابل، شوية كركم، شوية ثوم، وناخد باش نخليه نحطه في الشوربة. ناخد شوية هريسة، ونخلط الطريفات نتاع الحوت. هاني كما خلطتهم، وتوا باش نحضر الصلصه نتاع الشوربه. باش نصب الزيت، مقدار نتاع 8 مغارف زيت، نحط الثوم، نحط البصله اللي قسيتها، نحط شوية ملح، شوية تابل، شوية كركم، وشوية فلفل أكحل، شوية هريسة، باش نحط مغرفة طماطم المعجونة، ومغرفة طماطم شايحة وملحية. الطماطم الشايحة راهو نجمو نستغناو عليها إذا كان معناش. وريقها رند، نخلط، تما باش نحط أكل كلافز والكزبر، باش نحط شطرهم، وشطر لاخر وقت اللي قريبة تطيب الشوربة، وأنا نكمل نحطو. وتوا الخليط هذايا باش نخليه ربيع ساعة يشربك الملح والفاح. الصلصة نتاع الشوربة هاني حطيتها باش تتقلى، وكي نقليه ونقليه ديما على نار واطية. الصلصة تقليت، توا باش نرمي الشوربة اللي نفختها في الماء السخون. نصب الماء، نحط لها شوية نعناع شايح ومحطحط، ونغطيها ونخليها تطيب على نار واطية من غير ما نحركها. الشوربة تغلي عندها ساعة غير ربع. توا باش نرمي بقيتك الكلافز والكزبر اللي خليته، ونغطيها ونخليها تزيد تغلي دريجي، وبعد باش نرمي الحوت. الشوربة قريبة تطيب. توا باش نرمي الطريفات نتاع الحوت، وباش نصب مغرفتين زيت، وباش نحركها. انا ما حركتهاش بالكل، ملي ركبتها تطيب ما حركتهاش، وكان ناقصه ما نزيدوها. توا الجراوه نتاعها تظهر باهيه، باش نغطيها ونخليها تزيد تغلي دريجين حتى يطيبك الحوت.
الشربة طابت وهني توا باش نطفي عليها ونسقيها. الشربة هني كملت سقيتها، وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع شربة الشعير اللي بالحوت. وبسلامة وشاهية طيبة.